احنا صح بعض الصعوبات، المواطن يرمي لنا سجاج داخل الصعوبه، يرمي لنا داخل الحاويات، عندنا الستاسيل مو هدايا، عندنا الرمي العشوائي. انا نتلقاو منهم، احنا نتلقاو منهم صعوبات هذوما. وعندنا الدوريه احترام الوقت، المواطن نطلبوا منه احترام الوقت. حنايا الدوريه تاعنا راهي تجوز تمشي، موراهم يعاودوا يخرجوا. هي هذه حوادث تقدري تقولي يوميا عايشينها، زجاجها، مسمار، اكياس تاع الطماطم تاع الحديد، هذوك يعني هذه يوميا عايشين الجروح هذه من هكذا الخفاف، هذو يوميا عايشينها. وصح ولفنا الريتم هذا والحياه هذه تما عايشينها ومتقنعين بها والحمد لله يا ربي. الرمي العشوائي دوك حنايا عندنا دي بوان، عندنا امكينه حاطين فيها الحاويات. دوكا انسان كي يخرج يروح يحط في مكان واحد اخر، مثال ما عندوش حاويه، ما عندوش كذا، تكثر النفايات تما كذا منها، تولي شغل متراكمه، تشوه المنظر تاع العاصمه.